السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى لقاء جديد من برنامج يسألونك عن الإنسان والحياة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة على الهواء، ويمكنكم التواصل معنا على أرقام الهاتف 01-853-804-853-805-853-806، ويمكنكم أيضا إرسال أسئلتكم خطية على رقم الواتساب 76-64-99-19 ليجيبكم عليها اليوم سماحة الشيخ محسن عطوي. أهلا بكم سماحة الشيخ، وكل التحايا لكم. الله يسلمكم. يا هلا يا هلا حبيب. ولنا بنبدأ بسؤال بيقول في صاحبه أنه هناك آية في القرآن الكريم تقول: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء. لماذا نسب الله عز وجل لنفسه فعل الضلال؟ حياكم الله. تحية لكم مولانا. وحيا إخواني وأخواتي جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. يعني موضوع الهدى والضلال والعز والذل والعافية والبلاء والمرض والشفاء، جميع ما يجري في هذا الكون من صغير الأمور إلى كبيرها، ومن مختلف الأمور التي تعرض على الإنسان من أفعاله التي يفعلها أو مما يكون قضاء وقدرا يقع عليه، جميع ذلك يجري بعلم الله سبحانه وتعالى. زيادة على أنه يجري بعلم الله، أنه يجري بقوانين ونظم وقابليات أودعها الله سبحانه وتعالى في كل سبب ينتج نتيجة، وفي كل علة يتولد عنها معلول. بيده كل شيء، وقد أجراه على هذا النحو، وكان هو السبب الأول في وجوده. فيصح أن تنسب هذه الأشياء إليه، لا من جهة أنه الذي يفعلها مباشرة، يعني ليس ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدفع بالإنسان إلى أن يهتدي، ولا هو الذي يدفع بالإنسان إلى أن يضل، بحيث يكون الإنسان آلة تتحرك بيد الله سبحانه وتعالى دون أن تتدخل إرادة الإنسان في أن يختار الهدى أو يختار الضلال. بعبارة أخرى، يعني هناك أشياء وكائنات مجبرة على أن تفعل ما تفعل، وتفعلها بدون إدراك وبما فيها من قوة هي لا تملك أن لا تفعلها. يعني الحيوان المفترس حين يجد فريسة ويكون جائعا، فقد جعل في نفسه أن يهجم عليها وأن يفترسها، حتى لو كان تلك الفريسة كان نبيا من الأنبياء. صحيح. لن يمنعه كونه نبيا أن يمارس غريزته وعدوانه الذي فطر عليه. بينما نجد أن الإنسان قد أودع الله فيه
القدرة على فعل الشر وأودع فيه القدرة على فعل الخير دون أن يكون في كينونته مجبرا على أن يفعل الشر ولا مجبرا على أن يفعل الخير. نعم. وإنما أودع فيه قابلية الشر وقابلية الخير على ركيزة من الاختيار، يمكنه أن يتوقف عن فعل الشر إذا نازعته نفسه إليه، أو يتوقف عن فعل الخير إذا مالت نفسه إليه. وبالتالي حين يفعل الشر يفعله باختياره بتمكين من الله سبحانه وتعالى، وحين يفعل الشر أيضا أو الخير يفعله بتمكين من الله سبحانه وتعالى وبما أودع فيه من قابلية. إذن يضل الله من يشاء، وأيضا في آيات كثيرة أخرى أنه يهدي من يشاء، لأن الإنسان حينما يهتدي فبخلق الله له قابلا لأن يهتدي قد اهتدى، فيصح أن تنسب الهداية إلى الله من هذه الجهة، وحين يضل فأيضا يضل بما أودع الله فيه من قدرة على الضلال، فيصح أن ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن المسؤولية هنا إنما تقع على الإنسان، لأنه أودعت فيه قابلية الخير وقابلية الشر وقابلية الهدى وقابلية الضلال مع قدرته على أن لا يفعل، وقد أمر أن لا يفعل الشر وأمر أن يفعل الخير. فحين يختار هذا ولا يختار هذا يكون هو المسؤول عن خياره، وحينئذ أمام هذه المسؤولية يصير مستحقا للثواب إن أحسن وللعقاب إن أساء. وهكذا يعني حتى آيات أخرى يعني يمكن أن يتوقف الإنسان عندها، مثلا في دعاء إبراهيم لله عز وجل وأنه هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، الأمر يكون أوضح. يعني حينما يعني يحكي إبراهيم عقيدته أمام الله سبحانه وتعالى ويقول له يا ربي أنت الذي تطعمني وأنت الذي تسقيني، لن يقع في بالك أو في بال أحد ممن يقرأ هذا النص أن الله يطعم إبراهيم بالملعقة أو يجعل كأس الماء في فمه ويلقيه في فمه ثم الله نفسه يحرك له عضلات حنجرته لينزل الماء. أبدا، يطعمني يعني هو الذي جعل فيما حولي من موجودات قابلية أن تصير طعاما لي، وألهمني أن أصنعها أن أسويها أن أستحضرها، وكذلك بالنسبة للسقاية. إذن نحن أمام أسلوب بلاغي يراد به الرجوع في الحدث الظاهر سببه إلى ما وراء ذلك السبب الذي هو السبب الأول. نعم. مولانا عم يقول تتمة للفكرة يعني حتى الناس تصير واضحة عندها، مثلا نحن لما منقول من بنى الهرم الأكبر نقول خوفو، الفرعون اللي كان اسمه خوفو، مدري شو معناته خوفو، اسم بخوف، عرفتي؟ يعني هو إجا هذا الفرعون هو بنى الهرم بيده، والله نحن نقول باني الهرم الأكبر الفرعون خوفو، لماذا يصح أن نقول أنه هو الذي بناه؟ لأنه أمر العمال
ببنائه والعمال هم الذين بنوه بأيديهم، لكن لما كانوا لا يبنونه إلا لأنهم أمروا فقد كان الأمر كأنه هو السبب الأساس في حصول هذا الشيء. صحيح. وقت اللي بيقول انه فلان عمر بايت انه مش هو اللي عمر، احسنتم بايته راح جايب معلمين ما احسنت، ما هي نحن بنحكيها نحكي بلاغه. صحيح. عم يقول شيخنا انه من خلال قناتكم اسال اين دور المرجعيات الدينيه من خلال مشروع صيرفه الغير قانوني حسب أكثر آراء رجال الاقتصاد بهذا البلد، وهذه الأموال هي أموال المودعين أولا وأخيرا. يعني شو رأي المرجعيات الدينية وليش ما بتتدخل سمحت الشيخ بهالموضوع؟ هي المشكلة يعني بحركة الاقتصاد طبقا للقوانين الوضعية، في شيء له علاقة بطبيعة يعني دورة الاقتصاد من حيث الركائز اللي انبنى عليها، وفي شيء له علاقة بقوانين جائرة تجعل من أجل يعني تحريك هذه الأموال الموجودة. على كل حال يعني أنا لست خبيرا بهذا، ولكن يعني في مشكلة أنه دولة مقتدرة ما في، وإذا في حدا مقتدر بهذه الدولة قد يكون يعني منتفع ومستفيد ولا يريد إصلاح الأمور، وفي إرادة خارجية لها علاقة بدورة المال العالمية وارتهان دورات المال الوطنية لهذه الدورة العالمية، وعدم قدرة الكثير من الدول أو النافذين في تلك الدول أن يخرجوا عن الإرادة العالمية التي تحرك عجلة الاقتصاد في جوانب أساسية منه. بالحقيقة المرجعيات الدينية لو أنها تحكم ممكن أن يوجه لها الخطاب أنه والله أنتوا بإيدكم الحل والعقد وأنتوا قادرين تأثروا فلماذا لا تؤثرون، أما والحال أن المرجعيات الدينية هي رهائن هذا الوضع العالمي. طيب سمح لي سمح شيخ. وهذا الوضع الوطني نعم الملتبس، فماذا يفعلون؟ ارجع هذا السؤال بعد اتصال لو سمحت لي. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لقد كان بيان سمعت الشيخ محسن حبيبنا. يا هلا يا هلا. حول مسألة الجبر، حول مسألة أن الله يهدي ويضل من يشاء، بيانا رائعا وواضحا ومبينا لحقيقة الأمر، لكن أريد أن أزيد للأخ السائل أنه أن الله سبحانه وتعالى ليس كما يقول بعض الفرق الإسلامية الذين أسمعهم بين الجبريين يعني. نعم نعم، أن الله هو الفاعل في الكون، كل شيء لا يمكن أن يتحرك ومتحرك، يطير طائر أو لو إنسان مد يده لشيء ليضرب أو ليقبض أو ليبسط يده، الله الذي يفعل ذلك. هم لا يقولون أعطاه القدرة، يقولون هو الذي يفعل. لأنه إذا قلنا أن الإنسان يفعل والله يفعل يعني كأنه شرك، لذلك إني بيوعوا بحيص بيص يعني من قلوا طب ليش الله بيعاقب المسلم لك حر. نعم ينسبون له الظلم، هو حر ينهى وحر يعاقب. نعم نعم، بيقوله لا تفعل وهو بيفعل عنه. طيب كيف المسألة
بدون ينصروا التوحيد ضربوا العدل. أحسنت أحسنت. لما فعل المعتزل أرادوا أن يقفوا مع العدل روعوا التوحيد. قالوا الله هو بس. قالوا لا، الإنسان هو الذي فوض إليه الأفعال. الله عاد يتفرج عليهم خلقون وعم يتفرج عليهم. شكرا حاجنا شكرا. لكن أنا أعيد ليعرفوا من هو الإمام علي. سأل الحجاج وهو أخبث من في الأرض أطهر من في الأرض. سأل عن ما هو القضاء والقدر لثلاثة من العلماء المسلمين في ذيك الوقت أيامه، الشعبي والحسن البصري وواصل بن عطاء عن القضاء والقدر، فكلهم أجابوا بقول علي. أحدهم قال القول ما قال علي في القضاء والقدر، أتظن الذي نهاك دهاك، إنما دهاك أسفلك وعلاك، والله بريء من ذاك. وسئل الثاني فقال القول ما قال علي، أتظن أن من إن الله أمر تحذيرا أمر تخييرا ونهى تحذيرا ولم يطع مكرها ولم يعصم مجبرا. والثالث أجاب القول ما قال علي سلام الله أيضا ذكر قولا لعلي عليه السلام يقول الذي أتظن أن من دلك على الطريق أخذ عليك بالمضيق. الله الله. لذلك الإمام علي بيّن الكل، وكلهم ذكروا أقوال علي، والعجب لهم يعرفون فضله وعلمه. أحسنت. ويقدمون عليه من هو دونه في الفضل. ويقول واحد بيفهم اسمه ابن أبي الحديث فيهم بيقول الحمد لله قدم المفضول على الفاضل. فإلي هذه التناقض من جيبه شيء مؤلم. نعم شكرا حاجنا الكريم. تحيي لك أهلا وسهلا فيك. سمح لي أن أتكلم حبيبي. شكرا. وأنا أستفيد دائما من كلماتكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أهلا وسهلا فيك دائما. الله يعافيك إن شاء الله ويسلمك. مولانا إذا قلنا أنه مثل ما تفضلتوا أنتوا قبل شوي أنه علماء الدين والمرجعيات الدينية هي لا تحكم على خليني بس مر الموضوع سمحت الشيخ أنه المرجعيات الدينية مش هي الحاكمة لحتى تفصل بهذا الأمر. بس المرجعيات الدينية قادرة تحرم وتحلل أنه فيها تقول أنه هذا الأمر حرام وممنوع تتصرفوا فيه تتعاملوا معه، وفيها تقول هذا حلال. بالواقع شيخنا كمرجعيات دينية حضرتكم من المرجعيات الدينية، هل في قرار بتحريم صايرة في شيء؟ لا ما في. لا يعني إذا مش كل شيء بالاقتصاد ممكن يكون ملخبط معناته مفروض يكون حرام. بعدين يعني لنفترض أنه البنوك تعمل بأموال المودعين وهي تمتنع قهرا وجبرا ودون مسوغ اقتصادي عن رد أموال المودعين إليهم. بالحقيقة يعني في شيء بدورة الاقتصاد مختلط. ما بعتقد أنه جميع ما يتداول هو أموال المودعين. طبيعي. يعني اختلطت أموال البنوك الخاصة بأموال المودعين، والذي يجري ليس واضحا أنه مالك أنت أو مالي أنا لحتى أقول أنه يعني يقول الفقيه بضرس قاطع يا أيها الناس يحرم عليكم أن تستلموا أموال عن طريق الصيرفة لأنها مال الغير. إذن لحديت هلأ شيخنا يجوز التعامل بالصيرفة؟ أكيد. بعدين يعني دخل علماء الدين والمرجعيات الدينية؟ لا لا، إذا هو يعني من هالجهة لا. إيه حتى يعني ما بنشوف نحن حتى الخبراء الاقتصاديين لهم مذاهب شتى ولهم آراء شتى، وحتى تشخيص الواقع بلبنان يعني يمكن أصدق التشخيص أنه لو يمكننا التمرد على الإرادة الأمريكية لانتهت جميع مشاكلنا. بالضبط بالضبط. ومشاكل مشكلتنا أمريكا والمسلمين. مشكلتنا أمريكا الشيطان الأكبر وأذنابها في لبنان وفي العالم. نعم. كله سوا. طيب مولانا بدي أخلص من هالملف. خينا عنده ملف هون عم بيقول علي 4 أشهر فدية صوم.
هل يدفعون بسعر اليوم ولا بسعر وقت اللي صار عليه الفدية؟ ما هو يعني أقول لأخي الكريم إنه هاي المسألة مش رقم مجرد عن الواقع، وربنا ما حكى أرقام، قال إنه اللي بيفطر يوم معذورا عليه فدية طعام مسكين. وقت اللي بده يطعمي بده يدفع. هلا انت بدك الطعمي للمسكين، بدك الطعمي من السوق، شو رح تجيب له تزرع له قمح؟ يعني اذا فيك تزرع له قمح عال بيكونوا ببلاش، مش انه هذاك. بس انت رح تشتري له من السوق، قديش كيلو القمح هلا، قديش كيلو الطحين، قديش كيلو الخبز؟ هو بالواقع 3/4 الكيلو. فإذا إنسان عليه شهر يعني 30 يوما مضروبين بثلاث أرباع بصيروا تقريبا 22 كيلو. 22 كيلو خبزا توزع على الفقراء والمساكين، ولا يمنع أن ينال الفقير أكثر من فدية يوم. يعني مش شرط أنهم يتوزعوا على 30 مسكين، لا. بينما كفارة الإفطار عمدا ضروري أن توزع على 60 مسكين. نعم. كنت بتكون تعلقوا شيء سمح الشيخ على الشيء على كلام خينا الحبيب حاجنا. يعني الله يديمه إنه تخيل يعني أحد كبار علماء المسلمين مثل ابن أبي الحديد المعتزلي يحمد الله على أنه يقدم المفضول على الفاضل. بيحمد الله انه عم يجري الامور بالقلب، يعني مثل بيقول الحمد لله اللي مثلا ما اشرق الشمس اليوم. معقول يا هيك؟ يعني اذا كان علي هو الفاضل ومن عداه هو المفضول، والعقل والعرف يلزمان أن يقدم الفاضل على المفضول، بتجي بتحمد الله على أنه صار العكس، على الفتنة التي وقعت فيها الأمة وعلى الانحراف الذي وقع؟ شو بعرف؟ نعم. هذا شيء مؤلم، والمؤلم أنه بيجي حدا يبرر الباطل ويحمد الله عليه. يعني والله يا شيخنا بعض الأمور هي ذاتها من أول الخليقة إلى يومنا هذا، والظاهر رايحة إلى آخر الخليقة، إنه دائما هناك من يبرر الباطل، ودائما هناك من يقف بوجه الحق ويزين الباطل. نعم، ويخرب على الحق وبيحاول يشوه صورة الحق. هذا خداع وتزيين للباطل هذا. نعم. يعني عذرا طبعا هلا في حدا بيعجبوا حكيات ابن أبي الحديد، بل مش بيعجبوا بيعتقدن ويدين الله بها بهذه العقيدة، ومستعد انه يلقى الله يوم القيامة ويقول له انا قدمت المفضول على الفاضل يا رب، قاصدا عالما عامدا، علي منيح بس أنا زحت على جنب وقدمت اللي هو أقل ملاحة منه. يعني هو ابن أبي الحديد يعني أخذ موقف، تتجرأ أنت فيك هو فيك تلقى الله هيك؟ يعني بيحمل قلبك يا زلمي، شو بعرفني؟ والله مش عارف. يعني عذرا ها، أنا ما بدي إنك جرح يعني، بس أنا بستغرب، يعني بستغرب هالقدرة على أنك تواجه موقف بهالمستوى يوم القيامة بعقيدة كهذه العقيدة، وتقول لك الحمد يا رب أنك قدمت غير علي على علي. هو هذا موقفه ابن أبي الحديد المعتزل عموما، هذه عقيدة. طيب شيخ، عم تقول امرأة لها ابنتين، زوجها متوفي وعندها دولمين أرض ظاهر هن عبارة عن مهر،
في حدا عم يساعدها، ولكن لا تكفي هذه المساعدة لحتى تعيش يعني تمر بسلام بهالأيام الصعبة. هل يجوز لها أن تأخذ زكاة الفطرة؟ هلأ يعني مش كل واحد عنده أرض، هلأ يعني باللحظة التي يحتاج فيها يكون قادرا على بيعه. إذا كانت قادرة على أن تبيعها وتحسن وضعها، وهناك من هو مستعد لأن يشتري هذه الأرض، نعم هي ليست فقيرة. وكل من هو هكذا حتى لو كان مش عنده دلمين، عنده نص دلم، وإذا باعه بإمكانه أن يعيش به سنة، لا يجوز له أن يقول إني أحتاج إلى هذا ذخيرة لي وما أشبه. الله تعالى يسألنا عن السنة التي نحن فيها، فإذا كان عنده أي شيء هو مستغن عنه، وأحيانا بكون مزروع، يعني مثلا عنده حكورة ومزروعة زيتون، وهذا الزيتون عم ينتج له زيت وما أشبه، نعم يصير من المؤنة ولا يجب عليها بيعه. أما إذا كانت لا مش مزروعة، أو هي ما عم تزرعها وما عندها قدرة على أنه تزرعها، ولا عم تأجرها وتضمنها مثلا، يعني وهكذا مجمدة مبورة، يعني أصلا ما بتنزرع، عم تقول أنه كلها دبش يعني ما بتنزرع، أنه بغض النظر نعم. فإجمالا يعني حيث يكون عند الإنسان أرض وهو قادر على بيعها وقادر على أن يعني يستثمر ذلك فيما يعتاش به، أساسا هو ليس فقيرا شرعا، وإلا نعم ما في مشكلة. إنه لا عندي أرض الأرض إنه يعني عندي أرض مثلا افترض بالوادي ومزهود فيها، ما حدا بيشتريها صحيح، أو إذا بهالأيام بدي أعرضها للبائع راح بيعها مثل ما بنقول بتراب المصاري، بتراب المصاري كمان الله ما بيقول لا، يعني كبة كبة وهكذا، يعني بصير بهالحالة فيها تاخذ أموال شرعية. صح. عم يقول شيخنا إنه سمعت إنه ما في شيء اسمه عذاب القبر، يعني أحد المشايخ أحد العلماء من العراق عم يقول هذا الشيء، وأنا استقربت هالنظرية هيدي باعتبار إنه في بعض الأمم بتحرق أمواتها، وبالتالي إنه الميت المحترق كيف بده يتعذب القبر. فاسمح لي أخذ اتصال وبرجع على السؤال. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بيسأل، أنا كنت بصلاة الظهر خلطة بين الثالثة والرابعة شاكي، فنويت أبقى أصلي ركعة احتياط. هلا رجعت بلشت بصلاة العصر، أنا بصلاة العصر ما عرفت حالي إذا صليت ركعة الاحتياط ولا لا. شو بعمل هيك؟ بعيد الصلاة الظهر. انت بتعرفي انه صلاة الاحتياط لازم تعمليها قبل ما تقومي يعني لشغلك ونشاطك. ما انا دغري صليت الظهر ورجعت وراها العصر. مباشرة. مباشرة، بس انا بصلي العصر ما بعرف، مش عارفة اذا صليتها والله ما صليت. شك. كثيرة الشك انت ولا لا صدفة صار هالشك هذا؟ قليل. لكن الأفضل أنك يعني إذا كنت فصلت بين صلاة الظهر وبين صلاة الاحتياط، يفضل أنك ترجع تقضي الظهر وبعدين تجيب العصر. طيب شكرا. الله يسلمك. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك. هون قاعدة الفراغ شيخنا ما بتطبق؟ ما هي انه ايه شكت انه جابت ركعة الاحتياط ولا لا، بس بصلاة العصر كانت رايحة على العصر. يعني لو انها قامت الى شؤونها فينا نقول فرغت يعني، بس اما انه مباشرة هي بلشت بالعصر، فوارد كتير يعني انه تكون سهيت انه تجيب ركعة الاحتياط. وبالتالي هلا وقامت دغري بلشت بكون فعلت المنافي، إذا صارت مصلي ركعة أو ركعتين
عرفت كيف؟ وما عاد تزبط يعني انه تجيب صلاة الاحتياط. بهالحالة بتكون صلاة الظهر العصر قبل الظهر يعني. ما بيأثرش اذا كان يعني الوقت منيح يعني ما بيأثر. هلا اذا تم مثل العصر نعم فيها تكتفي بالعصر وترجع تجيب قبل بعد منه الظهر. اذا صلت كملت صلاة العصر معناته ما رأيت العصر بس بتقضي الظهر يعني. صحيح. نعم. صحيح. طيب اذا خلينا عم يقول انه انا استقرب موضوع عدم وجود عذاب القبر لانه اذا احترق الشخص او يعني بصير رماد وهالرماد هذا بعد حيتعرض لعذاب قبر وشيء من القبيل. شو رايكم؟ يعني هو بالحقيقه زوال الجسد ليس هو السبب في انه يعني ليس مانعا من أن يعذب عذاب القبر. نعم. لأن عذاب القبر لا يبدو أنه يصير بالجسد. نعم. وإنما يوم البعث يبعث الإنسان بجسده ويبعث بروحه ثم يصير العذاب والثواب بالجسد والروح معا بالبعث. أما نعم. أما والحال لما نبعث بعد وما زلنا في عالم البرزخ فإن المشهور عند علماء الإمامية أنه هناك عذاب قبر وهناك عالم برزخ وهناك يعني حالة يعيش فيها الإنسان منعما أو يعيش فيها الإنسان معذبا بنحو ما من أنحاء النعيم وبنحو ما من أنحاء العذاب. ليس هو العذاب الذي سيكون في النار ولا هو النعيم الذي سيكون في الجنة. هذه الفكرة يعني هي المتداولة عند جمهور المسلمين من السنة والشيعة. نعم. جمهور علماء المسلمين من السنة والشيعة. وعلى كل حال يعني حتى نقول يعني جزما أنه ما في عذاب قبر أو جزما في عذاب قبر في يعني هناك أحاديث تشير وهي أحاديث صحيحة أن هناك عذاب قبر وهناك ثواب في القبر. نعم. ويبدو أنه هذا العمدي يعني هذا الأساس في قبول هذه العقيدة وما بيمنع يعني نخلق شو المشكلة يعني إذا كان في عذاب أو في ثواب أو ما أشبه ذلك يعني. يعني في حدا يصر على أنه ما في. طيب ما في لا ثواب ولا عقاب أو لا عذاب مع أنه متداول أيضا ويبدو أنه هذا متفق عليه أنه أن الشهيد رحمة الله على الشيخ راغب كان يقول أنه الشهيد إذا سقط فبيد الله يسقط وأنه الشهيد لا يزف إلى الجنان وأنه تفتح له أبواب الجنة وأنه تستقبله الحور العين يزف إلى الجنة كما تزف العروس وما أشبه يعني هذا يعني أنه إذا صح أن يكون هناك نعيم في عالم البرزخ فيصح أن يكون هناك عذاب. شيخ نعم يقول أنه وبيني وبينك يعني شغلة مش محرزة يعني أنه شو الفايدة يعني افترض أنه في أو ما في. أخيرا نحن وعايشنا في هذه الدنيا معنيون ومسؤولون أن نكون صالحين أن ندفع عن نفسنا العذاب. هلأ إن صالحين كان عذاب قبر أو أحسن عذاب أحسن حساب. جاءنا الأجل ما بعد الأجل خلينا نقول يعلمه الله يعني. نعم. فلنكن من المتوقفين في هذا لا نقول أنه في عذاب أو ما في عذاب لعله لن يكون هناك فرق في الأمر يعني. كانت سألت أختنا عن موضوع طبخ غير المسلمين يعني إذا طبخوا شيء يعني لحمة
هلا اجى الجواب انه ما دمنا شككنا بالتذكية فلا يجوز اكل هذه اللحمة. صحيح. رجعت سألت انه اذا صار طبخ الرز بالاوان اللي طبخت فيها اللحمة شو حكمه؟ طاهر. معلش لأنه مشكوك التذكية لا يحكم بنجاسته عند مولانا الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه ولا عند مراجع آخرين، يعني منهم السيد الخوئي رحمة الله عليه كان يقول بطهارة مشكوك التذكية، وإن كان يعني موضوع الصلاة فيه مشكل، إضافة إلى أنه أكله مشكل. عند مولانا لا، الصلاة في جائزة ومحكوم هو أيضا بالطهارة. لو تأكدنا بعدم التذكية، عدم التذكية بصير ميتة ويصير نجسا، وما يطبخ في هذه الأواني قبل غسلها وتطهيرها يكون نجسا. طيب إذا نحن شفنا هالأواني هيدي اللي كانوا عم يطبخوا فيها لحمة فيها رز، هلا فينا نقول انه متنجس ولا لا؟ يعني غالبا يعني حيث لا نعلم قطعا ان القدر الذي طبخ فيه اللحم هو نفسه قد طبخ فيه الأرز بدون غسيل بدون ان يغسل من جديد، محتمل هذا ومحتمل هذا، حيث لا نقطع بانه هو يعني نفسه الذي طبخ فيه، ممكن يكون وعاء تاني بيشبهه أو ممكن يكون تغسل أو ممكن يكون انغسل، فحيث لا نعلم يقينا بالنجاسة بنبني على الطهر. نعم. لو وحدة خطيبها أخذ لها صورة هل يجوز أم لا يجوز؟ خطيبها وخطيبها بجوز إذا كاتب كتابه عليها، يعني أنه أن يصورها بدون ستر بدون حجاب يجوز أن يراها ويجوز أن يصورها، هي زوجته، يعني هي زوجته إذا كان السؤال من جهة جواز النظر. أما إذا كان لا مخطوبة بمعنى أنها لم يكتب كتابها وإنما صار تواعد على أن يكونا زوجين فيما بعد، ما بجوز أنه يصورها بدون حجاب. لو أخذ أما أنه صورها بحجابها ما في مشكلة، أنه أخذ صورة لإلها مثلا، هو مسافر وأخذ لها صورة صورتها، ما في مشكلة. يعني بمعنى أنها تكون بحجابها ما في مشكلة، وعليه أن لا ينظر إلى هذه الصورة بتلذذ وريبة. إذا كان مسافرا ويصلي جماعة أول فرض الظهر تشهد وسلم والإمام أصبح بالركعة الثالثة، هنا المسافر تابع الجماعة للعصر أو العشاء، هل يسقط عنه القراءة أو يجب عليه القراءة ليكمل الصلاة؟ إذا كان عم يصلي أصر والإمام عم يصلي تمام، إنه بالركعة الثانية بده يتشهد ويسلم المقصر. صحيح. طيب بده يرجع يلتحق فيه بالثالثة والرابعة. نعم بده يقرأ. هلأ بإمكانه أن يلتحق بالإمام بالركعة الثالثة بعدما يركع الإمام. نعم. وبالتالي يعني يصير معفى من أن يقرأ الفاتحة والسورة. إذا ركع الإمام ما بعود فيه، مجرد أنك تكبر وتلتحق فيه حيث لا يمكنك أن تقرأ بتكون معفى من القراءة. نعم. أما بالركعة الرابعة التي ستكون هي الثانية للمأموم فإنه عليه أن يقرأ الفاتحة على الأقل. فإذا لم يتمكن من أن يقرأ معها سورة يكون ذلك معفى، حيث لابد أن يلحق بالإمام عند ركوعه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. طيب إذا التحق بالإمام قبل الركوع بالركعة الأولى بالنسبة له، هو بالركعة الثالثة الإمام هون ما بتزبط معه إذا ما كان ما بيلحق قادر يقرأ. يعني بده يكون قادر يقرأ الفاتحة على الأقل. فإذا كان مقدرا أنه لن يمكنه أن يقرأ الفاتحة تامة حينئذ بصير مضطر أنه ينفرد،
يعني بصير ملزم إذا كبر والإمام بعده ما ركع. نعم. فهو بده يقرأ هو الفاتحة. نعم. ما لحق الفاتحة بده ينفرد. والإمام رفع رأسه من الركوع عليه أن لا يستمر بالاقتداء. حينئذ تبطل جماعته وعليه أن يبقى واقفا ليتم الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة ثم يتم صلاته منفردا ما بيعود مأموم. لا طيب تسأل عن زوجها طلقها وهي تجهل أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته إلا في طهر. بعد ذلك تعلمت وهي الآن متزوجة من آخر ودائما بصير عندها وسوسة وأزمة إنه شو صار. يعني ما صارحت زوجها الثاني؟ ما هي مش عارفة إنه هي علمت يعني هو طلقت وهي في حيض. نعم. أو لم تكن في طهر. طهر لم يواقعها فيه. صحيح. مهم كان في خلل يعني. واقعها في ذلك الطهر ثم طلقها دون أن تعلم أنه هو طلقها ومش عارف أنه إذا هذا الطلاق مش ما بيزبط. طلقت وراحت تزوجت من رجل آخر. هلأ هو لا إثم عليها أكيد، لكن عندما علمت أن طلاقها غير صحيح يجب عليها أن تعتزل زوجها الحالي وتتستر منه وتعتبر أنها ليست زوجته إلى أن يتم إصلاح الأمر. كيف يصلح الأمر؟ بالتواصل، يعني بأن تصارح زوجها أولا أنه هيك صار وأنا ما كنت عارفي وأنه أنت هلأ لا تعتبر حلالا علي، وبدها تتصل بزوجها الأول لحتى يرجع يطلقها وتمضي عدتها ثم بعد ذلك تجري عقد زواجها على زوجها الحالي. أولادها اللي إجوا بفترة الجهل أولاد شرعيين، يعني ما في مشكلة. بس هلأ في حدا يعني بيقول هلأ هي ذات بعل يعني، وفي حدا بيقول أنه تحرم عليه يعني مؤبدا، بس عند مولانا الإمام الراحل لا تحرم عليه مؤبدا. لا. الحمام البري شيخنا شو حكم أكله؟ الحمام البري يعني اليمام أصدق؟ اليمام. اليمام هذا الحمام البري جائز، لكن جرت العادي على أن لا يأكله الناس. أما أنه مكروه، كأنه مكروه يمكن ببالي أنا، ولكن يعني لا أجزم به الآن. نعم. باخذ اتصال. تفضلوا. الو. تفضلوا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله ويخلينا اياكم. الله يحفظكم ان شاء الله. مولانا بس بدي اقول لك شغله، اجت المناسبه ولاده زهراء عليها السلام ونبارك لكم مولانا. الله يسلمك. بيبعثوا مثلا على لنا على التواصل الاجتماعي بيبعثوا بعض العلماء ادعيه، يعني بتحس انه حتى العقل انه ما بيقبلها، انه انا بعمل زيارات بعد كل صلاه مغرب وفجر زيارات لرسول الله وللائمه كلهم، حتى انني زيارة الإمام المهدي أسأله أن يدعو لي، أن يدعو الله لي، إن دعاءك عند الله مجاب. نعم. بالكرامة والمحبة لك ولأبائك الطاهرين. بس إني اللي بعتوا لي إياها أنه أنا بدي صلي ركعتين وبدي أسجد على جبيني 100 مرة أقول أغسيني يا فاطمة، وأرجع على اليمين الخدي أغسيني يا فاطمة 100 مرة، أغسيني يا فاطمة على خدي شمال 100 مرة. أغيثيني. طب أنا أتوسل بسيدتي زهراء فاطمة إلى الله بالتوسل، اللهم بكرامتها عندك ابنة رسولك افعل بي كذا وكذا. صح. هذا المنطق مولانا. هذا الصحيح. نعم. هذا المنطق صح. والصحيح ما هيك ولا صحيح. لا صحيح. هلا غيرنا يرى أن ما يفعله هو عين المنطق وهو عين الولاء وهو يتولى الزهراء أكثر مننا، يعني فليكن يعني معلش يعني بس إنه بطريقة إنه مقبولة، يعني تكون إنه مش أنا ما أذكر الله ضلني أقول نعم يا زهراء، يعني الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وغيرها. نعم. ينبغي أن نتوسل
إلى الله بحقها, أن يفعل بنا الخير وأن يبعدنا. الله أتوسل إلى الله بمحمد وآل محمد. صحيح. يا الله فعل بي كذا وكذا. صحيح, هو هذا المقبول. طيب أكثر. صحيح. السلام عليكم. يعني السلام. إذا حيث ما بيأثروا هيدا. نعم نعم. صحيح. صحيح. عليكم وعليكم السلام. يعني أنه أرسلها إلى مدري شو, ولا لا تجعلها تقف عندك أنت. مدري شو أنت مرتكب بده يصيبك وينيبك إذا ولو ما لا ما إلى أصل هيدي لا. طيب. بل لا يجوز. طيب. لا يجوز أن تقال حيث لا مصدر لها ولا. بيقول آيات الشفاء سمح الشيخ, في شيء اسمه آيات الشفاء عنا؟ شفت مرة حدا جامع هيك مجموعة من الآيات الكريمة من صور مختلفة وبيقول أنها تقرأ يعني على المريض, بس ما شايفها بمصدر موثوق. يعني أنا ما وقعت تحت نظري بكتاب من كتب الأدعية أو كتب يعني اللي فيها أمور لها علاقة بالاستشفاء بالأدعية أو بالأحراز أو بالآيات الكريمة. على كل حال يعني لا شك بأنه أي شيء ممكن يكون صيغته صيغة دعاء فهو لا يخلو أنه دعاء, أما أنه به الشفاء بدون العلاج لا ما بيمشي الحال. يعني لابد أنه نحن نلجأ للعلاج والتداوي وفي نفس الوقت ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الشفاء. لا. هلأ شو بيطلع تحت إيدنا؟ آيات, أحاديث, أدعية, كلام نحن مننشئه ومندعي فيه, جميع ذلك سيسمعه الله تعالى وقد يستجيب لنا فيحدث الشفاء بلطف منه وقد لا يحدث إلا بالعلاج. نعم مولانا عم نقول إذا حلفت يمين وبدي اتراجع عن هاليمين شو بدي أعمل؟ ما رح يقدر يتراجع إذا يعني لم يكن له والد يحله من يمينه أو زوج, يعني إذا الزوجة حلفت فهناك من يقول أنه يحلها زوجها من يمينها. وأما النذر فإذا نذر لا يحله الوالد إلا إذا كان يعني بيدخل تحت الأمور الإشفاقية أو ما أشبه ذلك, ولا يحله الزوج إلا إذا كان منافيا لحقه. إذا خالف اليمين شيء. أما والحال أنه لا والد عنده ولا هو امرأة لها زوج لا يمكنها مخالفة اليمين, فإذا خالفته أو خالفه يأثم وعليه أن يدفع كفارة إطعام 10 مساكين. لكن أنه يجوز له أن يخالفه ويدفع كفارة لا يجوز. يعني في إثم بالموضوع. نعم, عند إخواننا بالمذاهب قرأت لهم أنهم يجيزون مخالفة اليمين مع الالتزام بدفع الكفارة, لكن عندنا لا يجوز مخالفة اليمين, فإذا خالف عصى وأثم وعليه كفارة. إذا كان اليمين أصلا مش راجح شيخنا يعني هلأ في أشياء عم نحط احتمالات. نعم, بده ينشاف أنه اليمين هل انعقد بشروطه الشرعية أم لا, وبالتالي صار ملزما به ولا يمكنه أن يتخلى عنه ويحل نفسه منه. إذن هلأ بدنا نقول لأختنا أنه مفروض إذا بدك بعض تفاصيل أكثر ممكن يكون يمينك مش ظابط من ليس الأساس منعقدا. نعم, لا من حيث الصيغة. حطينا بالصورة أكثر من هيك. صحيح صحيح, يعني ممكن تتواصل مع أي عالم دين وتشرح له تفاصيل الأمر, ومكتبنا أيضا الشرعي بخدمته إن شاء الله. شيخنا نحن خلص وقتنا تقريبا, بس في حدا عم يقول انه انا بدي اتشيع ومش عارف كيف. هو شيعي هو خلص. كيف؟ يعني
بيحكوا حكاية بهالمناسبة هيك مختصرة، بقول حدا راح لعند السيد محسن الأمين رحمة الله عليه، فقال له أنا بدي أتشيع. قال له إيه، أهلا وسهلا. قال له شو بدي أقول؟ قال له قول أشهد أن لا إله إلا الله. قال له قول أشهد أن محمد رسول الله. قال له روح أنت شيعي. صرت شيعي. ما عم يقول أنا سني. نعم نعم. طيب هو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله. صحيح. هلا التشيع هو الاعتقاد بأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو علي بلا فصل، ثم من بعده سائر الأئمة الاثنى عشر. فإذا اعتقد ذلك صار شيعيا إماميا اثنى عشريا، ولا يحتاج إلى أن يقول شيئا. يعني بينما الشهادتين، يعني إذا لم يكن الإنسان مسلما وأراد أن يسلم لابد أن ينطق بالشهادتين. أما التشيع فيكفيه أن يعتقد في فكره وفي قلبه وفي عقله أن عليا هو الأحق بالخلافة بعد النبي دون من تسنم الخلافة. شكرا. ثم يقلد يعني فقيها من فقهاء الشيعة بالنسبة للعبادات. شكرا جزيلا سماحة الشيخ محسن عطوي بنهاية لقاءنا اليوم. شكرا لكم أعزائنا، نلقاكم غدا بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.